فبوقتها أنا رحت لبست عسكرية، خدمت معسكر تدريب. أوجه تحية لنادي بغداد، نادي بغداد قالوا لي إحنا نفرغك من العسكرية بوقتها بس تجي يعني تلعب لنا. زين. ففرغوني النادي. راح أتحدث بهذه المعلومات من نعرض بعض الصور، لكن أسألك عن نتائج المنتخب غير المرضية للشارع، أنتم شلون تتفاعلون وياها كأسر لاعبين؟ شوف إحنا كأسر لاعبين إحنا ترى حالنا حال الجمهور. زين. يعني أنا اليوم ما يعني أنا يعني حتى عندي كوفي والولد كلهم يجون يعني لعبات المنتخب، أنا من الناس أتأذى. أتأذى مو كونًا بس أخوي لاعب منتخب، أتأذى على كل اللاعبين. وبالخسارة طبعًا أكو واحد ما يتأذى على بلده. ثاني يسولفوا لي على والدك يوصل مرحلة انهيار. أبوي شق الهدوم مالتي. إذا نتائج المنتخب ووالدتك أيضًا. إيه. الله يحفظه. لا بس عندنا الحجي شوية قافل. يعني أعصابه إيه. أكثر ها؟ إيه أنا مرات من كنت أروح. احنا اللعبات عندنا في بطوله اسيا مرات احنا نروح انا وابويا دائما على من تكون مباريات منتخب وطني قريبه مثلا الامارات ماشي تروح احنا نروح فولد دائما انا متعلم على لا صافر لا يعرف صافورتي هو يقعد بصافر لا قلت له عجي كل ساعه صافر حتى على يقول لي ايش فيك بس صافر انا قاعد العب انت الصافر اقول له مو هو يقول لي صافر ضغوط قل علي ضغوط خارجي هو ايش يسوي لابويا هو مدرب ثاني فوق يشر له يقول له اصعد اصعد يقول له اصعد زين هم اذا سالتك كجمهور بعيدا عن القرب من يتحمل اخفاقات المنتخب